الخير اعزائي مشاهدي جريده الوطن في كل مكان. احنا النهارده من داخل منزل الفنان الكبير احمد عبد العزيز، وهو الحقيقه اصر ان هو يستضيف حسن عشان حسن مصر ان هو يعتزل الفنان احمد عبد العزيز بعد الواقعه اللي حصلت في عزاء الفنانه الكبيره الراحله شيرين سيف المصري. خلينا نبدا مع حسن الاول ونقول له حسن، ايه رايك في الاستضافه بتاعت استاذ احمد عبد العزيز؟ اقول له معلش انا اسف وانا بحب الاستاذ احمد. استاذ احمد هو اعتذر لحضرتك في لايف قبل كده واعتذر لحضرتك دلوقتي تاني، يمكن هو ما كانش قصده اللي حصل، والواقع اللي حصلت كانت سوء تفاهم بين حضرتك وهو برضك. فايه راي حضرتك في اللي حصل الاول؟ ولا حاجه، ولا حصل يعني خطا غير مقصود وقبله خطا غير مقصود. يعني انا كمان برضو عايز اعتذر لحسن واقول له حقك عليا يا ابو علي، هي جت فيك وما تزعلش، بس انا ما خدتش بالي منك في الزحمه اللي انت كنت موجود فيها، وهو خطا من حسن ان هو حط ايده على كتفي بشكل يعني خضني شويه، وبرضو خطا غير مقصود مني ان انا ما خدتش بالي منه فزعقت. انا زعقت في العموم يعني للي عمل كده، انما طبعا بمجرد ما عرفت انه حسن ابننا بس انا زعلان منه، لان هو بيقول عليا اخويا. انت بتقول عليا اخويا يالا؟ ها انا قد جدك. ما اخويا يعني محبه من عند ربنا سبحانه وتعالى. طيب يعني الاخوه دي محبه يعني؟ خلاص يا سيدي مقبوله منك، بس يعني انا ما هو مامتك قاعده معانا اهو، وانا طلعت اكبر من مامتك كمان. ده اعتذار تاني ده حسن. ف يعني طبعا اللي حصل ممكن يودينا في حتة مناقشة لمسألة السوشيال ميديا والمواقف اللي بتحصل قدام قاعات العزاء وكده، ولكن مش وقت مناقشة حاجة زي كده. احنا دلوقتي في يعني مناقشة حسن، وانه شرفني في بيته هو والست والدته، وده شيء يعني بالنسبه لي جميل، وانا مبسوط ان احنا يعني ننهي هذه المساله وما نديش لحد من اللي يعني عايزين يصطادوا في المايه العكره زي ما بيقولوا، ما نديلوش فرصه انه هو يعمل كده. قول لي بقى حسن، انت قلت لي ان انت بتحب الاستاذ احمد عبد العزيز وقعدت تعد لي مسلسلات وكده من زمان، فقول لي حبك للاستاذ احمد عبد العزيز بدا امتى؟ من وانا صغير، من وانا في اعدادي، مسلسل سوء اسود ما في حضن الجبل. اشمعنى المسلسلين دول؟ مسلسل استاذ احمد عبد العزيز طلع فيهم مسلسل كويس. ما شفتش ذئاب الجبل وده في ملبى في كتير قوي. وشفت ملبى وبنون.